بكل الود. يسرنا أن نرحب بكم أجمل ترحيب ضمن السلسلة التعليمية لمادة الفيزياء والكيمياء للصف الثامن، متمنين لكم رحلة سعيدة معنا عنوانها الفائدة والمتعة. فأهلا وسهلا بكم. منافع التيار الكهربائي المتواصل. سوف نتعرف في هذا الدرس على منابع التيار الكهربائي المتواصل. ألف: الخلية الكهربائية البسيطة. باء: الخلية الكهربائية الرطبة. جيم: الخلية الضوئية. هل تود أن تعرف كيف تعمل العديد من الأشياء من حولك؟ مثل الكمبيوتر، الهاتف، إشارة المرور، الليزر، وأن تجد تفسيراً لبعض الظواهر العديدة التي تحصل في كوننا كالضوء، الجاذبية، العواصف، والزلازل. لنتعرف على كل هذا، هيا بنا لندرس الفيزياء. مثلاً، لو عرفت كيف تولد تياراً كهربائياً، سوف تعرف كيف تجعل هاتفك يعمل. يقسم التيار الكهربائي إلى: أولاً، التيار الكهربائي المتواصل. ثانياً، التيار الكهربائي المتناوب. منابع التيار الكهربائي المتواصل. تعد الأبيال البسيطة، أي البطاريات، منابعاً للتيار الكهربائي المتواصل. تنتج الطاقة الكهربائية في الأبيال عن التفاعلات الكيميائية بين المواد التي يتكون منها البيل. ألف: الخلية الكهربائية البسيطة. تتألف الخلية الكهربائية البسيطة من صفيحتين معدنيتين مختلفتين، الأولى مثلاً من الزنك وتمثل القطب السالب، والصفيحة الثانية من النحاس تمثل القطب الموجب، مغموستين في محلول حمضي مثلاً حمض الكبريت ويرمز له pH2SO4، وهو تفاعل كيميائي وإحدى نواتجه التيار الكهربائي المتواصل. سؤال: مما تتألف الخلية الكهربائية البسيطة؟ تتألف الخلية الكهربائية البسيطة من صفيحتين معدنيتين مغموستين في محلول حمضي. عندما لا يتوفر لديك تيار كهربائي من حولك، حاول أن تجرب هذا. أحضر ليمونة وقطعة نقدية من النحاس تمثل القطب الموجب، ومسماراً من الزنك يمثل القطب السالب، ومقياس فرق جهد وأسلاك توصيل. نضع المسمار والقطعة النقدية داخل الليمونة على مسافة سنتيمترين، ونعصر الليمونة ونوصل طرفي السلك إلى المسمار والقطعة النقدية، وكذلك نوصله على المقياس، فنلاحظ تحرك المقياس، أي أنه قد مر تيار كهربائي في الدار. باء: الخلية الكهربائية الرطبة. لو نظرنا إلى مقطع طولي في خلية كهربائية، أي بطارية، نلاحظ أنها مكونة من وعاء من الزنك ZN، وهذا الوعاء يلف البطارية، ويتوسطه عمود من الكربون أو الجرافيت C، وهو عبارة عن القطب الموجب، وتملأه عجينة من مزيج ثنائي أكسيد المنغنيز MnO2 مع مسحوق الكربون، ثم عجينة من كلوريد الأمونيوم NH4Cl. ويحدث في هذه الخلية
تفاعل كيميائي ينتج عنه تيار كهربائي. سميت الخلية الكهربائية الرطبة بهذا الاسم لأنها لا تحوي سوائل في تركيبها. وكمثال عن منابع التيار المتواصل بطارية السيارة، حيث يتم فيها تحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية. تتركب بطارية السيارة من وعاء بلاستيكي يحتوي على ألواح الرصاص ويمثل القطب السالب، ومن ثاني أكسيد الرصاص PbO2 وهو القطب الموجب، ويملأ هذا التجويف سائل حمضي هو حمض الكبريت المخفف، يعمل على توليد التيار الكهربائي وحدوث التفاعل الكيميائي وينتج التيار المتواصل. وتتميز بطارية السيارة بأنها قابلة لإعادة الشحن باستخدام تيار كهربائي يولده المولد الكهربائي الدينامو في السيارة. سؤال: مما تتألف الخلية الكهربائية الرطبة؟ الجواب: تتألف من وعاء من الزنك وقضيبا من الكربون وعجينة من ثنائي أكسيد المغنيسيوم مع الكربون ثم كلوريد الأمونيوم. سؤال: لماذا تضطر إلى تغيير بطاريات جهاز التلفاز من فترة إلى أخرى؟ يحدث ذلك بسبب تناقص كمية المواد الكيميائية المتفاعلة فيها تدريجيا، ثم تحولها بالكامل إلى مواد ناتجة، مما يؤدي إلى عدم القدرة على إنتاج طاقة كهربائية جديدة. تذكر إن لكل خلية كهربائية قطبان كهربائيان، أحدهما موجب والآخر سالب. جيم: الخلية الضوئية. تعتبر الشمس مصدراً للضوء والحرارة، لذلك استغل علماؤنا ضوءها لعمل شيء مفيد لنا وصديق للبيئة، أي لا ينتج عنه مخلفات ضارة بالبيئة، ألا وهي الخلايا الشمسية. ففي الخلية الضوئية تتحول الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربائية. بعض استخدامات الخلية الشمسية: يمكن أن نستخدم الخلايا الشمسية في إنارة الشوارع والطرقات العامة والقرى النائية. تعمل وحدة الإنارة بطريقة ذاتية، وتتألف من: أولاً لوح الخلايا الشمسية، ثانياً خلية استشعارية للضوء وهي مهمة جداً، ثالثاً مدخرة رصاصية أو البطارية لتخزين الطاقة والتيار الكهربائي المتكون، رابعاً مصباح فوسفوري. خلال النهار تكون فترة تجميع الطاقة حيث يتم شحن البطارية، وعند حدوث الظلام تستخدم هذه الطاقة فتعمل البطارية كمصدر للطاقة الكهربائية. ملاحظة: في ليالي الصيف الحارة يمكن أن تخزن الخلايا الشمسية طاقة. سؤال: الخلية التي يمكن عدها صديقة للبيئة غير ضارة للغلاف الجوي: ألف الخلية البسيطة، باء الخلية الرطبة، جيم بطارية السيارة، دال الخلية الشمسية. الجواب: الخلية الشمسية. الخلية التي يدخل ثنائي أكسيد المنغنيز في مكوناتها هي: الخلية الكهربائية البسيطة، الخلية الكهربائية الرطبة.
سؤال الحلقة: قارن بين الخلية الكهربائية الرطبة والخلية الكهربائية البسيطة من حيث القطب الموجب. الجواب: القطب الموجب في الخلية البسيطة هو صفيحة النحاس Cu، والقطب الموجب في الخلية الكهربائية الرطبة هو عمود الكربون. وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. نرجو أن تكونوا قد حققتم معنا الفائدة المبتغاة والمتعة المرجوة. وإلى حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.